إذن خلينا نعمل البانكيك بنكهة السينامون رولز. رح نحتاج بدنا 2 كوب طحين، معلقتين صغار بيكنج باودر، معلقة كوب ونص حليب. هذا لو وصفة بانكيك عادي، بس إحنا حطينا هلأ عدلنا عليها إنه هي خلطة نيولان تبعت البانكيك عادية اللي جاهزة. 2 كوب؟ لا، وبعدين من هنا هلأ أنت بتكملي من هون الخلطة. إذن بدنا خلطة نيولاند للبانكيك. بدنا ندخلها نص إحنا. أصبع زبدة. بدنا نص معلقة صغيرة قرفة، نص كوب سكر بني، ولتغليفة الجبنة البرة، الجبنة الكريمية بدنا نحط الجبنة الكريمية بالضبط. سينامون رول. أوكي. 200 جرام جبنة كريمية، بدنا 1 كوب سكر ناعم، معلقتين كبار حليب، معلقة صغيرة فانيلا، وصوص البانكيك أيضا من نيولاند للتقديم. هلا هي باي ذا واي جاهزة، لا بدها سكر ولا إشي، بس أنا بحب أضيف لها شوية سكر تكون شوي أحلى، مع إنها هي رح يدخلها برضو سكر بني شوية صغيرة. وهلا بدنا نحط مي ونحرك تدريجيا بالوسك حتى ما تكبتل وتصير بالكثافة اللي أنا بدي إياها. اسمع سيما جمعة بتقول لك زي ما بيقولوا يا دمدوم أم العروس عروس، وأنتي ما شاء الله 4 عرايس أمر يا عسل. الله يسعدك يا رب. هلا أنا جايبة هون هاي الآلة، هي بيستعملوها عادة لصب الشوكولاتة، اللي ما عنده إياها بالبيت طبعا عادي بصب بالمقلاية بدونها، بس بفضل يعني هيك بتطلع مرتبين وحلوين. وبرضه استخدمتها كتير أنا لصب القطايف برمضان. مزبوط. فاللي بحب إنه يجيبها موجودة بالسوق، واللي ما عنده إياها يحط عادي. رح أحط الخلطة هون. تمام. فإذا خلصنا أول خطوة اللي هي الباتر اللي هي العجينة. هلا الخطوة الثانية، أيوة، اللي هي بدها تكون عبارة عن زبدة، نص أصبع زبدة. أها. بس خليه يدوب كمان شوي. نحط معه سكر بني وقرفة من نيولاند أكيد. هيها بهارات القرفة. شوف نحن نقلنا هدول المقادير حطيناهم ديما. مزبوط. مزبوط. بدنا نص معلقة صغيرة قرفة، نص أصبع زبدة. هدول لكوب واحد من الخلطة ولا كوبين؟ لا، هدول بيعملوا لك، أنا بالضبط طلعوا معي يعني 10 بانكيكس من الكوبين. إذا كوبين البانكيك ميكس مع هدول. أوكي. بعدين حسب السماكة رندا. في ناس بحبوها مسماك، في ناس بحبوها مرفع، ما بتقدري تحددي لأنه في كل حدا بحبهم بطريقة. لا أنا قصدي كمية الزبدة والهدول للكوبين. للكوبين. يعني الكوبين بدهم نص أصبع زبدة. هي حطينا القرفة والسكر البني، هلا بدي أحط عليهم الزبدة السايحة. هاي هي الخلطة اللي إحنا أصلاً بتكون جوا السينامون رول، مش هي بتكون مدهونة وملفوفة. فهاي هي عبارة عن زبدة وسكر بني وقرفة. بدي اياها برضه تكون بكثافة معينة، فهلا رح افرجيكم اياها، ما تكون مرقة كثير حتى تمسك هلا لما بدنا نحطها بالخلطة. هيك بتوقع انها جيدة. بدي ازيد كمان معلقة صغيرة سكر. متوصية بالحلو معنا اليوم. زاكين زاكين، يوم الجمعة عملتهم على الفطور. فزوجي قال لي لازم تعمليهم على رؤية. طلعوا زاكير كثير. طيب هلا خلينا نشيل هدول. هي صار عندنا خلطة والخلطة الثانية. يلا بسم الله حطها تحمى شوي. هلا شو بدنا نعمل رندا؟ وعبد الله خليفة بسلم عليك. برضو هلا بدنا نجيب كياس، اي كيس نايلون. هلا انا هدول كياس الكريمة، بس طبعا اذا ما عندها ست البيت هذا الكيس الخاص بالكريمة، اي كيس بيمشي حاله. بدنا نقصه. هي رح تحسوها على فكرة فيها خطوات، بس صدقوني يعني كثير محرزة. محرزة. اوكي. هلا بدنا نقصها ونحط خلطة البراون شوجر هون، سكر البني. right. شوف هلا بننزل اول وحدة. هلا هاي بتضلي ضاغطة قد ما بدك تنزلي، وبعدين انت بتتحكمي بالكمية. تمام. حلو. هيك تمام. نمسك هاي الخلطة، هاي أهم خطوة فيها. بنحطها بالكيس. اوكي. هاي عبارة عن البراون شوجر والسينامون والزبدة. وبدنا نعطيها الشكل الحلزوني تبع السينامون رول. اوكي. اللي هو نعمل هيك. اوكي. شايفة؟ نستنى عليها ونقلبها عادي زي أي بانكيك.
برافو بتطلع برافو برافو حبيتها هاي عن جد رهيبه كثير طيبه يعني انا سينمون رولز اصلا كثير بحبهم فيعني عجبتني انه هاي تكون فيها وكثير اسهل من ما تعملي سينمون رول وليه عجبتني عن جد بمنتج نيولاند لانه البانكيك لما تكوني انت عامله العجينه بالبيت بتكون شوي اخمل هاي بتستوي اسرع فما بنحرق معك السكر البني اوكي تمام هلا نقلبها حلو هاي لازم ادوقها كثير طيبين عن جد بنعمل هلا وحده ثانيه عشان الستات لا لا مش كثير صعبه يلا كمان لا مو صعبه مش صعبة أبداً بس هلأ في الكريم تشيز فروستينج بدنا نعمله أوكي. يا بتقدموها معاه يا بتقدموها مع البانكيك سيرب العادي تبع نيولاند فزي ما بتحبوا أوكي منال الشوبكي بتسلم علينا هي من الشوبك ودائماً بتتابعنا وبتقول إنه ماما نفسها تشارك معكم البرنامج لأنه أكلاتها طيبة كتير إن طيب شاء الله تواصلي لا. معنا منال وبنشوف طبعاً هلأ رندا في شغلة بس مهمة بدي أحكيها هلأ بعد ما نقلبها بس بناخذ 3 دقائق ما بنخليها تطول طلعي كيف تطلع الله 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 شايفة كيف قصدي مبدأ السينمون رول كتير حلو بس الإشي المهم جدا هلأ نعمله هاي شو أوكي أيوة السكر البني إجا هون مش مشكلة الإشي المهم اللي لازم نعمله إنه نمسحها من السكر البني بين كل مرة ومرة عشان ما ينحرق لأنه إذا انحرق بيطلع طعم الشعطة بالبانكيك أوكي فبين كل مرة ومرة نمسح المقلاي بهاي الطريقة هلأ بنرجع نكرر العملية مرة تانية على شكلهم حتى شكلهم طلع كتير لذيذ كتير هلا هي شوي اخمل من ما بدي عشان هيك يمكن عم تنزل شوي شوي بس هي اذا كانت مرقه اكثر كمان بتزبط هلا اذا طلعت معك خميله بيقدروا يضيفوا لها شوي شو طبعا مي حليب ما هي احنا هلا هاي عملناها الريدي ميد ميكس هي بس مي اوكي يعني هي اذا انت عامله وصفه بانكيك بالبيت طبعا بتزيديها حليب لا هاي هيك مش حتطلع مرتبه بس مش مشكله احنا المهم المبدا بنرجع نفس الطريقه رندا بنمشي السينمون والسكر البني والقرفه والزبدة قصدي بهاي الطريقة هاي رح تعمل لنا مشكلة شايفة لأنه بينحرق بسرعة ما بدي اياها تنشعط فخليني أشيلها بس بسيطة نحاول نخليها مرتبة مدورة تمام في أسهل من هيك لا شايفة رندا هلأ هدول الجاهزين بيطلعوا هيك هلأ لسه طبعا ما خلصت الوصفة هلأ بدنا نعملها الفروستينج فخلينا نشيل هاي على جنب خلينا بس نقيمها بس غريب كيف حفروا طلعوا العاده زي كانه بيطلع زي شكل السينمون رول العاده كثير حلو هلا انا هون عندي الجبنه الكريميه 200 جرام أوكي. بدي احط عليها سكر الناعم بس نخلو السكر عشان ما يكون مكبتل هاي حطينا عياراتها ما حطينا عيارات الجبنه لا حطينا حكيناها هاي اهم شيء تجيب طعمه للسينمون رولز بالضبط في ناس انه بيعملوها مع كراميل بس هي السينمون رولز اسكى مع الكريم اسكى مع هاي طبعا اللي بيحب هذه هيك يقدمهم ساده او يعمل خلطه زاده مع نيولاند البانكيك سيرب العادي كثير طيب كمان على فكره دخلته بوصفه ثانيه بدي اعملها يوم الاحد كثير طيب دخلته بشغله زي كوكيز كثير طلعوا طيبين طيب بدنا نخلط رندا هلا حطينا السكر الناعم والكريم تشيز وعشان ما تضلها جامده هالقد بحط عليها حليب هاي الحليب وفانيلا بس أنا ناسي الفانيلا فحطوا معلقة صغيرة فانيلا تمام نخلطهم حتى يتجانسوا معنا مزبوط قدي زاكي هاي مش طبيعي بسطيني كتير زاكي ديما وجد أسهل بالريدي ميد ميكس تستوي بسرعة عرفتي ما شفتي ما أخذ دقيقتين على كل سايد يعني بس راحت عيني عنها شوي شعطت فإنه خليكم فوقها لأنها ما بتاخد وقت أنا عجبتني فقرة المطبخ يا ديما كثير صحة وأنا يا رب أنت شاطرة رندا بس أنت ما عم تبرزي قدراتك لا لا بالمطبخ عشان مش عارفة بدي أحضر الأغراض قبل بيوم وأجيب أنت بنحضر لك إحنا باجي عندك بحضر لك بس تعالي اطلعي اطبخي شايفة كيف بتصير هاي السماكة كمان اللي بدي إياها هذه هي شوي سميكة أوكي بتقدري تمرقيها شوي زيادة بالحليب بس ناقصها قلت لكم الفانيلا بس أنا نسيتها عشان تكون برضو مرتبة بدي أحطها برضو بالكيس لما بحطها على البانكيكس يمتكتك أنت بتمنى إنهم يجربوها يعني اللي عنده صغار أنا الصبح فقت على الساعة 6:30 قعدت أعملهم هدول فبناتي فاقوا على المدرسة خطرتيهم منهم وعكي تقولي لنا ما رح ناكل بانكيكس طب لا تاكلي ولا تحاولي معهم حق يعني رح تقدميهم بهذا الصحن؟ لا الخشب
بدك تصفيهم هيك. وبدي احط معاهم عيدان قرفه. هيك تمام. طيب هلا خليني اخذ هاي عنك من عندك ونحطها هون. ناخذ نحاول المدورين اللي ظابطين، شايفين كيف شكل السويرل او اللفه اللي عملناها؟ شوفي هاي شو ظابطه مثلا، كثير في شيء بزبط على البيكار. هاي ظابطه. وكل ما كانت شو اسمه اجمد شويه عجينه بتساعدك طبعا إنها... كل ما كانت اجمد. فكرك بكفي اربعه ولا احط خمسه؟ ليش ما تحطيهم كلهم؟ ما هو عشان بدي احط ديكور معين. ما خصني انا بتدخلش بالسياسه، اللي بدك اياه سويه. تدخليش بالسياسه قلتي لي ايش؟ طيب مش مبين من الكاميرا، لازم نزيح ال لازم نزيح الدنيا كلها. أيوة ما في اغراض. ايوه عشان يكون واضح قدامنا. يلا اوكي. ايش ازيح لكم؟ كل شيء؟ السكر عشان بس نشوف كيف عم بتزيني هلا، بس عشان يبين انه هم فيهم قرفه. هاي هي الزياده مزعجتني، خليهم اربعه. تمام يا رندا، في تابر وير بالثلاجه فيه ستروبري. هذا اسود لونه، بس قيمي الغطاية. نعم، ما لاحظت عشان ما اعمل دعايه لشيء. لا بلاش يوقعوا هون، رح احط لك اياهم هون. اوكي ثانك يو. بالبيت عملتي لهم اياهم مع كل هاي كل القصه؟ كل القصه. بدي ارجع ارش نقطه قرفه. ايوه. كثير كثير زاكي. واو. هاتي نشوف شو في كمان عشان نلون كل شيء بني. عشان كل شيء بني بدنا نلون شوي البورد. تمام. ضل وحده. واو شايفه يعني ديفرنت ايديا جديده وكثير زاكي وتغيير عن البانكيكس الطبيعي. وسهل يعني، ما بده هو بس انه مع الممارسه كل ما كنت اعمل وحده زياده بالبيت تزبط معي اكثر. فانت كل ما بتعملي بزبط، هو بتحسيها انها شوي معقده بس لا هم بزبطوا كل ما كررتي العمليه. دعاء من المفرق بتسلم علينا. وشدى مرعي كمان بتقول الادوات اللي بتستعملوها من اي محل، وبدي اسال عن تفريز الملوخيه كيف من اي محل. ما بنقدرش نقول يا شدى، هو بس إحنا تفريز الملوخيه. تحكيني تحت الهواء بقول لك. هلا تفريز الملوخيه حسب بدك اياها ورق ولا ناعمه، بس انا عاده بجيبها خضراء بغسلها كتير منيح، بخليها عفوة مطبخ لتنشف مزبوط من المي. إذا فرزتيها وفيها مي ما رح تضلها خضرة، لازم تنشف. في ناس بحبوا إنهم بتفرزيها هيك، بفرزها خضرة ورق. ما بتسقطيها بمية؟ أوكي. بتسقطيها بمي؟ أنا بسقطها بمي. مي وإيش؟ مي بس غلوة صغيرة. طيب بعدين بحط عليها مكعبات التلج وبدي أجرب. هلأ جبت خضرة خضرة بطلقيها أكنها هلأ جايبتيها وأحطها عادي بكياس بكبسهم، بس لا تكون ناشفة، مكبوسين من الهواء لازم على الآخر يكونوا. أوكي رح أجربها. وإذا مفرومة بفرمها قبل الطب، يعني بجهزها مفرومة. وقعت حبة فراولة، يلا مش مشكلة. يا عيني يا عيني ديما، بس مش اللي وقعت، نطول وحدة تانية. هاي في عندنا كمان